لتلتقط اللآلئ والنسيم، وتزيل عنها غبار الزمان في عباقرة في دولة الإسلام. عباقرة في دولة الإسلام مع هالة وبسام، مسابقة أسبوعية ثقافية على الهواء مع الحكاء بسام الشماع. تعالوا نعود للماضي لنستشرف المستقبل في 3 علم: عقيدة، علم، عمل. انتظروا السؤال من خلال الحوار، وانا انتظر الاجابة على تليفون رقم 257-96-140 وتليفونات دويتش الاذاعة 257-57-155-257-87-120 والرقم الداخلي 32-09. والجوائز عبارة عن كتابين لكل فائز مقدمة من أستاذ بسام الشماع، وأيضا فقرة مفتوحة على الهواء مباشرة من إعداد وتقديم كل فائز بعد عيد الفطر المبارك. عباقرة في دولة الإسلام، الإعداد والتقديم هالة حاتم. عباقرة في دولة الإسلام مع هالة وبسام، مع نادر غزال فنية رقيقة الزميلة سلوى العطار. ونسعد بكم مستمعينا الكرام من الآن وحتى 4:30. وفي بداية هذه الفترة على الهواء وهذه المسابقة على الهواء مع الأستاذ بسام الشماع، أهلا وسهلا أستاذ بسام. أهلا بكم جميعا، وسلامي لكل ما كبير والمصريين العظام ورسالة اللي معانا النهاردة. وبجد من قلبي بقول يا رب تكون الحلقة الثانية في رمضان إن شاء الله مع باطلة في دولة الإسلام على وبسام تكون مفيدة. يا رب اجعل علمنا إن شاء الله يكون هذا العلم المتواضع الذي يريد أن أنقله إلى الناس يكون مفيد للناس. يا رب اجعله في ميزان حسناتنا جميعا وحسناتكم إن شاء الله، وإذا كان هو صحيح فهو من عند الله، وإذا كان في خطأ فهو من عندي. فإن شاء الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنعتذر للمستمعين عن اي اخطاء سواء كانت في النطق او في يعني الحقيقه مع الصيام في حاجات كتيره بتطير من الواحد. يعني يمكن نكرر سؤال الفتره الماضيه استاذ بسام، كان السؤال من هو استاذ ابن سينا؟ اتكلمنا عن ابن سينا الشيخ الرئيس او ابو علي. ايوه برافو عليكي فعلا، وكان السؤال ممكن يكون سؤال مفاجئ، فده يعني يدينا خط كده للساده المستمعين العظام اللي يكلمونا كمان من يعني اللي كان دايما تطلع الفكره هنا كمان من اسيوط اسيوط العظام الحاميه، اسيوط دي الحاميه صوت صوت بالمصري القديم. فاذا من الممكن جدا ان يكون السؤال ليس له علاقه بشخصيه الحلقه او العالم او العالمه اللي بنتكلم عنها، معلومه ممكن تكون بسرعه جدا اتقالت ويتقال عليها السؤال. جميل، واحنا هنكرر مره اخرى للمستمعين، كان السؤال من هو استاذ ابن سينا، وكانت الاجابه النائلي. والحقيقه المكالمات اللي جات لنا كانت يعني في الثلاث دقائق او عفوا 10 دقائق الاخيره خدنا 3 مكالمات، وحضرتك قلت ناخد الثلاث مكالمات كفائزين في المسابقه. كان احمد منير عبد الخالق ده الفائز الاول، والفائز الثاني كان شحاتة البنا، والثالث كان عيد حسين علي من محافظه الجيزه. وكل فائز حصل على كتاب هديه من الاستاذ بسام الشماع من مؤلفاته، بالاضافه ان كل فائز هيكون ضيف لفتره مفتوحه على الهواء معانا في الاذاعه التعليميه كمعد وايضا مقدم لهذه الفتره على الهواء ان شاء الله. ان شاء الله. هلا، وبحب كمان ارسل لكم نبأ جديد بان ان شاء الله انا مش مسافر في رمضان، فبالتالي احنا مع بعض ان شاء الله في باذن الله في فرصه حلقات
كل الخير تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اتكلمنا في الفتره اللي فاتت استاذ بسام عن اهميه الكتب واهميه وجود مكتبه في كل بيت، وزي ما حضرتك ذكرت كان في الدمار الثاني ودي كلمه فارسيه. في عهد القلاوون كان في مكتبه في المستشفى، وحضرتك ذكرت ان المكتبه دي كانت اهميتها ان احنا نرجع فيها للمعلومه الصحيحه كدكاتره، وايضا المرضى عشان خاطر نوع من انواع يعني التسليه والتثقيف ايضا. بالظبط كده، التثقيف والترفيه. وعلى فكره يعني اربط هذا او هذه المعلومه الجميله اللي انت بتذكرينا بيها هلا بمعلومه كده، هو ماشي كده في سطر كده، ان سلطان بخاري، سلطان بتاع بخاري، طلب طبيب مشهور يجي يقعد معاه في البلاط. كانوا بيعملوا كده الناس اللي هي السلاطين والامراء والملوك وكده، كانوا يجيبوا العلماء يقعدوا معاه. فلما قال له تعالى قال له يعني مش هقدر، ما معناها لان الكتب اللي عندي عايزه 400 جمل يشيلها. ما شاء الله. فمتخيلها لما كمل الكتب اللي عند الراجل ده. فاذا القراءه يا جماعه، القراءه هو ما يقدرش يتحرك الا ومعاه الكتب بتاعته. هتيجي البيت غير فيهم. الراجل ده بيفكرني تبص تلاقي في كتاب تحت السرير عندي، كتاب جنبي، كتاب في الحمام، كتب في كل حته. فالحقيقه الكتاب خير صديق بجد فعلا، وطبعا خير كتاب هو كتاب الله سبحانه وتعالى. اكيد. ويعني يمكن دي فرصه استاذ بسام نقول للناس ان القرايه او القراءه دي تعود. انا لو انا صغيره اتعودت ان انا لازم كل يوم هقرا مثلا جزء في الكتاب او قبل ما انام، دي هتبقى عاده عندي وبالتالي هستمر عليها مدى حياتي. عاده جميله والله. يعني انا في ساعات ببقى ماسك الكتاب وهو جديد كده، وحاسس ان انا قدامي بقى حاجه كده يعني شكل جميل عايز التهمها. وانا عارف ان الشباب اليومين دول كذا يعني فتحنا المناقشه ديت مع الشباب بان هم بيخشوا يقروا الكتب من على النت وكده. انا بقول يا جماعه حاولوا قدر الامكان الاب والام في البيت لو كانوا بيسمعونا، ان هم يعني النهارده هيئه الكتاب والمكتبات اللي ليها دعوه بالحكومه زي دار المعارف وكده بيحاولوا ينزلوا اسعار كويسه، فما تخافوش من اسعار الكتب في الحتت ديت بيبقى فيها زي هيئه الكتاب دار الكتب وكده، بتبقى كتب جميله جدا واثمانها حلوه. عود ابنك وبنتك على انه يمسك كتاب صوره بيشيل من حبر ويعلم على الكتاب. ولو في معلومه انا لغايه دلوقتي حب جدا ان انا اكتب على الورقه جوه الكتاب، اكتب حاجه معلومه اكررها تاني على السهم يعني حاجه مهمه واتذكرها كويس قوي. لان تتخيلي قد ايه ده مفيد جدا لنا، مفيد جدا للمستقبل بتاع الاجيال بتاعتنا ان شاء الله. وده يمكن اللي خلق لنا زمان العالم الموسوعي زي ما حضرتك كنت بتقول لنا استاذ هشام، لما كان العالم بيبقى فيزيائي وفلكي وطبيب وصيدلي وبيفهم في الاحجار وجيولوجي يعني، وفي نفس الوقت شاعر وبيتقن موسيقى معينه او يعني اله معينه في الموسيقى. يعني اعتقد ان القراءه بتخلق اهتمامات جديده. دي حقيقه فعلا. وعارفه لما انا هتستغربي لما اقول لك او الساده المستمعين هيستغربوا يمكن لما اقول لهم المعلومه دي، هي معلومه شخصيه فانا بتاكد ان انا بتكلم يعني دلوقتي لمده مفتي عن شخص المتواضع يعني. ف هتستغربي لما انا احب مثلا ادرس حاجه في الفلك، يعني عايز مثلا اعمل كتاب عن الفلك المصري القديم، او عايز اتكلم في محاضره عن الفلك المصري القديم، فعايز اعرف يعني ايه فلك؟ وانا مش فلكي وما درستش فلك. وخدي بقى حضرتك ده طلب مني في وزاره التربيه والتعليم، انتوا لازم تدرسوا ماده الفلك يا جماعه. الولاد الصغننين في بلاد بره بيبقوا عارفين حاجات عن الفلك تستغربيها. والمعارض اللي هناك والمتاحف اللي هناك بتبسط بشكل لن تتخيليه. انا عارف ان احنا عندنا بلانيتيريوم في مكتبه الاسكندريه. نعم. اللي هي القبه السماويه. نعم. واخد بالك؟ وكان في واحده جنب دار الاوبرا، فاكرها بتاعت زمان خالص دي. كان بيبقى كده واحنا معديين يقولوا لنا هي دي ايه القبه السماويه وكده. انا عايز ده يرجع تاني بجد علشان نعلم اطفالنا الموضوع ده. فتبص تلاقيني بروح اجيب كتب بتاعت المبتدئين. يعني ما عنديش مشكله اروح اجيب كتب كتب اطفال، تخيلي. يعني ممكن لما انا اعرف الفلك اجيب كتب المبتدئين والاطفال. كنت اعمل كده في بلاد بره، اجيب كتاب صغنن كده بيبقى رخيص وحلو ولذيذ وفيه صور جميله. يديني الفاتشه الاساسيه للمعلومه. كان طفل، كان طفل عندي 5 6 سنين وبنقرا لاول مره الموضوع ده. لا تتخيلي قد ايه بيثبت جواكي هذا الامن الجديد اللي انت عايزه تتعلمه. جميل. احنا بدانا ان شاء الله. أيوة.
المامون اللي هو المامون كمان كوريا اللي هو الفرج الشهير، كل هذه الأسماء موجودة في على سطح القمر كنوع من أنواع التقدير لهؤلاء العلماء العظام. جميل بقى، وأنا بنقرأ وبنحاول نبحث كده شوية في الشبكة العنكبوتية في حتت كده الواحد يقدر يبص فيها بص محترم، وفاجئ لك بأن على سطح عطارد دخلنا بقى سيدنا القمر ورحنا على عطارد، لقيت لك بقى أسماء سمين حتت في عطارد. نعم. اسمها المهندس انخاتب اللي هو المهندس المصري القديم الشهير بتاع الهرم المدرج تحت القاره ده. لقيت لك في مسميين اسم ابو نواس، مسميين الاخطل. نعم. مسميين الخنساء، مسميين ابو نواس، مسميين الهمداني، الجاحظ، امرؤ القيس وهكذا. طيب بطلنا النهارده يا جماعه وعالمنا الكبير وعبقرينا الخبير عبقري مسلم قصته أشبه بالأساطير ولكنها ليست أسطورة بل حقيقة مدمغة بالأرقام والسنين والإنجازات، لدرجة أن الناشنال جيوغرافيك وهي إحدى المنظمات المشهورة في العالم إذا لم تكن أشهر منظومة جغرافية تاريخية بحثية علمية في العالم، ما عندكيش فكرة عاملين له خريطة علشان يورولك هذا المسلم العبقري ارتحل الى فين وفين وفين بالسنين بل وعدد الكيلومترات في بعض في رحله من الرحلات. نتكلم اليوم عن عالم مسلم عبقري اسمه مفاجاه، اسمه لوحده مفاجاه، حضروا نفسيكم، اسمه زينج هي. زينج هي كويس كده؟ احنا كده دخلنا على جنوب شرق اسيا. حضرتك كده برافو عليك. على طول اول ما تسمعي الكلمه دي هذا تفتكري ايه؟ لو انا جيت قلت لك زينج هي هتفتكري بلد ايه مثلا ممكن؟ تقترحي ايه مثلا؟ زينج هي. ما انا الصين مثلا. الصين الله ينور عليك. وبالفعل هو صيني. زينج هي صيني. وهو الاميرال بتاع الاسطول الصيني. طيب ايه عبقرية هذا الرجل؟ وله ضريح وله تماثيل، ده عنده حتة تمثال عملاق عمل معمول له غير طبيعي، تقدير منقطع النظير لزينج هي. زينج هي هو يعني عبقري مسلم. مسلم صيني. اميرال الاسطول الصيني الادميرال، ما هي بالانجليزي ادميرال، احنا عندنا اميرال. اميرال. فبالتالي الكلمة متاخدة. زي هي شخصية وأنا بحكي لك عليها هتتذكري الأساطير بتاعة رحلات السندباد السبع والبحار السبع والحاجات والتنين والحاجات اللي بالمنظر ده، ولكنها والألوان الجميلة يعني كده والألوان البراقة والكبر والضخامة في كل شيء. نعم. كل حاجة مبهرة بضخامة بأجساد كبيرة لدرجة ان هم قالوا ان زين هي شخصيا كان حوالي مترين وكان يتحرك كالنمر، يعني كان طويل وكان فوق كذا كيلو ولكنه كان يتحرك بسرعة كالنمر، دي صفة من الصفات. طيب زين هي ايه بقى قصته؟ قصة زين هي ده يا جماعة ان هو عمل نوع من انواع الطفرة في تاريخ الابحار والملاحه، طفره في بناء السفن اللي لغايه دلوقتي في سؤال بيتسال ازاي السفن بتاعه زينج هي اللي دار بيها 37 بلد، 37 بلد منهم بلاد عجب العجاب، يعني زار مثلا سومطرة، سيلون، سيام، البنغال، المالديف، افريقيا، شبه الجزيرة، مكة، لان هو خلي بالك هو بابا ومامته كانوا بياخدوه، هو خلي بالك بابا زي هي ومامته كانوا بياخدوا الناس الحج. نعم عندهم شركة سياحة يعني. فاهم قصدك؟ واخدة بالك؟
149 قدم. معلش هنعيد الرقم ده تاني. سفينة واحدة؟ سفينة واحدة من السفن كان طولها 449 قدم، عرضها معلش الجبال والمية الأرقام النهاردة شوية 184 قدم. طب أنت ليه يا بسام مصر المرة دي تقول لنا أرقام؟ أنت كمان اللي بتبعد عن الأرقام. نعم. أقول لك أنا مصر أقول إن طول سفينة دينج هي من ضمن سفنه ده عنده أسطول رايكر، هو اللي ماسك الأسطول بتاع الإيه؟ بتاع الداينستي الأسرة كلها. فكان 449 قدم طول السفينة. خدوا بال حضراتكم يا مصريين يا اللي بتسمعونا يا عظام، طول سفينة كولومبوس 75 قدم. ياه بجد، يعني الأرقام ليها واقع كبير جدا. لما احنا عرفنا الطبيعي عبارة عن ايه، عشان كده انا كنت مصر، رغم ان انا انتوا عارفين ان انا ما بحبش اذكر ارقام كتير، فانا عارف ان الارقام بتهرب الناس من التاريخ تملي، لكن المره دي انا مصر اقول الارقام ديت علشان نقارن زي ما حضرتك قلت كده، في لدرجه ان في صوره شفتها لقيت موديل او مكات او نموذج لسفينه زينج هي وجنبيها سفينه كولومب، حاطينها الاثنين في فترينه واحده، منظر يضحكك. يعني يضحكك لما سفينة ترونكس كأنها قارب صغير أو قارب إذ ما قارناه بالعملاق بتاع اللي هو سفينة زنجي. خدي بال حضرتك بقى، زنجي قعد 28 سنة يسافر ويبحر. فاكرين ابن بطوطة؟ نعم. ابن بطوطة قعد طلع من بيته ورجع بعد 29 سنة. الناس دي لما بتطلع يا جماعة بتلف الدنيا، يعني بتلف الدنيا. ابن بطوطة سافر على الجمال والدواب والحمير والبغال وكده، والراجل ده سافر على هذه السفن العجيبه اللي بهذه الضخامه، لدرجه ان سفن الاسطول بتاع الزنج ايه كانت اكبر بخمسه اضعاف من المستكشفين الاوروبيين. يعني فاسكو دا جاما وكولومبس بيهرجوا جنب زنج ايه بالمراكب بتاعتهم. كل سفينه بتشيل من 450 ل 500 راجل. وراح في الرحله رقم 4، هو احنا اتفقنا ان هو عمل 7 رحلات. 7 رحلات دول زار فيهم 37 بلد. في الرحله الرابعه راح الجزيره العربيه وراح لمدخل البحر الاحمر، وكانت المراكب بتاعته بتتسمى التنين السباح، لان كانت الناس رسمه عيون زي التنين كده على المراكب من قدام، واتقال عليها انها زي البيوت اللي على البحر. تشوفي السفينه اللي بتجري بتبصي على بيت، ان من يعني عظمه البناء نفسه. بالظبط كده. العجيب بقى والعجب العجاب، طول ما انت عماله تتكلمي على زين ايه عماله تتكلمي على عجب العجاب. تستغربي لما تعرفي ان هو عمل اكثر من 50,000 كيلو متر في المسافه بتاعته، يعني الابحار اللي ابحره طول عمره عمل اكثر من 50,000 كيلو متر. خدي بالك انك بتتكلمي على سفن، بتتكلمي على بحار غير مكتشفه، بتتكلمي على امواج، بتتكلمي هو ذات نفسه كتب ازاي لما كانت الامواج متلاطمه وكانت بتبقى عاليه بتروحي اماكن انت لسه مش عارفاها، بتروحي افريقيا، بتروحي تشوفي في حيوانات معينه، بتروحي اليمن، بتروحي كده بتشوفي في حيوان طويل برقبه طويله، فقال ايه الحيوان ده ماخده معايا؟ راح واخده معاه وراح مقدمه للصين، فعرف الصين على الزرافه. جميل. فكان اول من ادخل الزرافه الى الصين كان استاذ زين هي. وكمان لقى حيوان عجيب، قال لك لما عرف الصينيين عليه واخده معاه برضه، هو حيوان الحمر المتوحشه المخططه اللي هو حيوان الزيبرا او الحمار الوحشي اللي احنا بنسميه الحمار المخطط. ده برضه كان من ضمن الحيوانات اللي هو خدها معاه في السفن بتاعته. السفينه بتاعته بقى يا هلا، علشان نخش على السؤال، لان احنا اتفقنا ان احنا هنعمل السؤال ايه؟ بدري شويه. بدري عن المره اللي فاتت. السفن بتاعته كان فيها حاجه اسمها حجيرات ماء كتيمه. الحجيرات بتاعت الميه دي انا لما جيت قريت عن انها موجوده تخيلتها كانها حمام سباحه صغير او اوضه صغيره مليانه ميه. طيب ايه بقى انت واخد الحاجات دي معاك ليه في السفينه يا عم زنج ايه؟ انا واخد الحاجات دي
عشان احفظ فيها السمك الحي. كنت لسه هقول عليك والله استاذ السام فيها السمك. واخد بالك؟ طيب الغريب بقى في الموضوع ان الباحثين العظام اللي عملوا العمل الرهيب اللي بدعوا الناس كلها انها تقراه اللي هو 1001 اختراع اسلامي، هو كتاب كبير ممكن شويه اغاني الثمن بس كتاب تحفه التحف، يعني تاخدوه وتورثوه بعد عمر طويل ان شاء الله تورثوه لعيالكم. بيتكلم على ان هم استخدموا ثعالب الميه في مخلوق هم سموه ثعالب المياه او ثعالب الماء، وقال لك ان هو استخدم ثعالب الماء علشان يجمعوا شتات السمك ويدخلوا في الشبكه. يعني بيخوفوهم. واخد بالك؟ الثعلب ده واضح، ثعلب الماء ده واضح ان هو بيجري ورا السمك، السمك يجري يخاف يروح داخل جوه الشبكه. نعم. ويبقى دي طريقه من طرق الصيد. ايه ده؟ الترويض الرهيب ده؟ ايه الذكاء الغير طبيعي ده؟ فادي زي ايه؟ معرفه معرفه الخصائص كل حيوان، والحيوان ده يعني سبحان الله ربنا خلقه عشان خاطر يقوم بدور معين. سبحان الله. وبما ان احنا بنتكلم بقى على الحيوانات والكائنات الكبيره اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها يعني في احسن شكل، بسم الله ما شاء الله، نقعد نبص على الحمام او نبص على الطاووس او نبص على اي حيوان حقيقي نقول سبحان الله سبحان الله. الركاب اللي كانوا بيركبوا يهالا على السفن بتاع الدين دي اللي بالمناسبه ما استخدمش معادن، ما استخدمش معدن في صنعها، خشب. نعم. ازاي بقى سفينه بالكوبري ده وما حطيتش فيها حته معدن واحده تربط بين بحاجه وحاجه؟ فدي برضو عبقريه من العبقريات. قال لك ان الركاب اللي كانوا موجودين على المركب كانوا بيتواصلوا مع بعضيهم بالحمام الزاجل من كتر ما السفينه كبيره ومن كتر ما طول السفينه كبير وعرضها كبير. انا عايز ابعت لك، عايز اكلمك، نبعت رساله على الموبايل مثلا فنبعتها بالحمام الزاجل. يعني شوف انت مثلا بتبقي مثلا مش عارف فين ومثلا جوزك او ابنك او كذا في حته، فتروحي متكلمه على الموبايل وممكن جدا يبقى هو قريب منك مثلا عند البقاله او عند السفن بيجيب حاجه. لا ده بقى المركب من كتر ما هي كبيره الناس مش هتسمع بعض من كتر المسافات، فبداوا يستخدموا الحمام الزاجل في بعث الرسائل لبعض على متن المركب، وبداوا يستخدموا الرايات، يمسك العلم او الرايه ويعمل بيها علامات معينه يرفرفها بطريقه معينه، وكل واحده من دول بيبقى ليها كود او يعني ليها علامه بكود زي كود مارد كده مثلا او كود الرايات. بس استاذ بسام معلش يعني بقطع كلام حضرتك، بس كده معنى كده ان الموبايل يعني مش حاجه جديده. فكره الموبايل اهي محمول ده يعني صحيح من زمان. صحيح اهي، وفكره التليجراف اهي، وفكره ان انت تبعت رسائل سريعه كوديه توصل الناحيه الثانيه في اوقات الحروب مثلا. استخدم ايضا اتفقنا القناديل، يعني فكره الفانوس او القنديل. انت عارفه زمان قناه شبكه الزيرو العربيه قرانا ان كان على الجامع يبقى في شبه كده قنديل او زي فكره الفانوس بتاعتنا اللي احنا عارفينها، وكانت بتنور وتقفل في اوقات لما كان يلا صوم ويلا افطر يلا الفجر يلا ده كده، يعني كانت الاشارات بتاعت المباني والجوامع كانت بتتعمل كده. والاجراس، استخدم الاجراس كمان، يعني يضرب تضربي جرس معين بضربه معينه يبقى دي برضه ايه؟ نوع من انواع الرساله. اسطول الصين في الاخر خالص بعد دينج إيه وصل ل 3500 سفينه نتيجه هذا الرجل ونتيجه عبقريته ونتيجه هذا الاميرال للاسطول الصيني واستكشافه للاماكن. وخد بالك هو كان بيسافر السفريات دي التجاره وايضا دبلوماسيه، يعني كان ممثل للصين ايضا دبلوماسيا. طيب السفن دي عملت ايه بقى للاباطره وللملوك بتوعهم في الصين؟ ده ادى هيبه للصين يخافوا منها ويخشوا منها الممالك الاخرى. فدي برضه حته ان انت تخشي بعدد قوه، لما تخشي بعدد من المراكب بالمنظر ده وبالحجم ده وبالمناظر اللي فيها دي وبالقوه دي وبالاداء ده يخاف منك الممالك الاخرى، فبالتالي خلق نوع من انواع الهيبه للامبراطوريه الصينيه في ذلك الوقت. انتهى الامر بالموضوع بان اسطول الصين وصل ان يصل الى 3500 سفينه في قراءه يا هلا اسطول امريكا، اسطول الولايات المتحده الامريكيه عشان نقارن بس، حوالي 300 سفينه.
ياه 300 سفينة تقريبا في قراءة. أسطول الصيني بعد نهاية سينج هي وقف بالورق بتاعت فكرة الأسطول يصل إلى 3500 سفينة. الله عليك يا سينج هي، الله على إنجازاتك. وكان أول أسطول عمله سينج هي كان 317 سفينة، يعني أول أسطول في البداية خالص كان في البداية لسه ما عملناش الشغل بتاع سينج هي كان 317، يعني أكثر من عدد سفن الأسطول الأمريكي الآن. وأخذ على الأسطول بتاعه في أول رحلة، خدي بالكم الرقم اللي جاي ده، 27,000 رجل، 870 ده أسطول قد إيه ده؟ 317 سفينة عليها 27,870 رجل، سفن خشبات بدون معدن. كل هذه الأرقام يا هلا وكل هذه الإنجازات لزينج هي كان إذا إن هم يقدروه ويعملوا له ضريح ويجددوا الضريح. وفي أحد فترات الضريح كان بيبقى فيه 7 سلالم، يعني الدرج معمول من 7 سلمات، وغالبا ال7 سلمات دي هي رمزية ل7 رحلات العظيمة اللي عملها زينج هي. ما شاء الله. فاصل قصير استاذ بسام الشماع، ونعود مع سؤال لهذه الحلقه. وزي ما حضرتك ذكرت معلومات كثيره جدا عن زينج هي، ويمكن شخصيه ممكن يكون ناس كتير جدا ما تعرفش مين زينج هي، لكن يعني حضرتك سلطت عليها الاضواء وعرفنا يعني رجل مسلم كان ليه دور كبير جدا في بناء الاسطول الصيني في زمن كانت الاساطير الاخرى لا تعد بالنسبه لها اي حاجه يعني. بالظبط. فاصل قصير ونعود مره اخرى لسؤال مسابقه هذه الحلقه. ماشي يا سيدي. اتفضل. شماع عباقره في دوله الاسلام. نحن الان في انتظار السؤال، وبعد السؤال ننتظر الاجابه على تليفون رقم 2756-96-140 وتليفونات سويتش الاذاعه 2757-155 2757-180-120 والرقم الداخلي 3209. وعوده للاستاذ بسام الشماع وسؤال هذه الحلقه. ايوه اهلا بكم مره ثانيه، وكلنا مركزين مع بعضنا في السؤال. نعم. في الحلقة الثانية في يوم 8 رمضان إن شاء الله. السؤال هو يا هلا ويا مصريين يا عظام يا مستمعين. وأنا على فكرة متفائل خير من المرة اللي فاتت، الأسئلة اللي السؤال جه أجوبة يعني أكثر مما كنت أنا أتوقعها. نعم جميلة وكلها صحيحة. بالظبط كده، والشباب زي الفل. عشان كده زي بنقول للناس المرة اللي فاتت أستاذ بسام يعني كان المفروض فائز واحد، لكن المرة اللي فاتت كان فيه يعني 3 إجابات صحيحة وثلاث إجابات كانت فايزة. السؤال يا هلا. اتفضل. سفينة زينج هي المسلم العبقري الملاح أميرال الأسطول الصيني كان طولها قد إيه؟ ومقارنة بسفينة كريستوفر كولومبس كان طولها قد إيه برضه؟ يبقى طول سفينة زينج هي ومقارنة بينها وبين سفينة كولومبوس كان طولها قد ايه؟ وسنواصل الحوار مع الأستاذ بسام الشماع، ولكن نبدأ الآن في تلقي الإجابات على تليفون رقم 2756-96-140 وتليفونات سويتش الإذاعة 2757-155 2757-180-120 والرقم الداخلي 3209. ومرة أخرى، ما هو طول سفينة زينج هي مقارنة بسفينة كولومبوس؟ عايزين نعرف الطول بالنسبة لسفينة زينج هي مقارنة بسفينة كولومبوس، ويمكن المقارنة دي هي اللي هتخلينا نحس بالفرق بعظمة سفينة زينج هي، هذا البحار المسلم العبقري اللي أسس الأسطول الصيني في هذه الفترة من فترات الدولة الإسلامية. فاصل قصير ونعود مع حضرتك مرة أخرى أستاذ بسام.